نتكلم الأول عن الـ abnormal development و developmental delay، وهنبدأ فيهم بالتكنيكس إن إحنا how to measure growth. الأول نبقى عارفين نقيس إزاي، وبعد كده نتكلم على الـ developmental delay. الـ growth assessment طبعاً بيعتمد أساساً إنه الـ measurements بتاعتي كلها في الأقل من سنتين بنقيس الوزن والطول والـ head circumference. طبعاً الفترة دي فيها الـ head growth، وده بيعبر عن الـ brain growth طبعاً. واحيانا لو الجروس اكتر من اللازم او اقل من اللازم قد يعبر عن وجود مشكله، قد يكون مشكله في البرين او اكسترا فلويد في البرينيال سبيس، فدي طبعا قياسات اقل من سنتين. الهيد سيركمفرنس عشان نقيسه بيتقاس بالتيب او شريط يعني، والشريط ده بيبقى لازم يكون مش ستريتش يعني، يبقى فليكسبل بحيث ان انا اقدر ان انا اما امسكه او لما اتقطعش معايا اذا كان ورق حاجات زي كده، في نفس الوقت يقدر ياخد معايا لف حوالين الراس، وباخد المنطقه ماكسيمم بوينت في الفرونت وماكسيمم بوينت في الاوكسبت عشان يبقى دي يعني ستاندر ان احنا نقيس كلنا بنفس الطريقه موحده علشان ما يبقاش فيه يعني اختلاط، لان بيفرق نص سنتي وسنتي في القياسات، فالقياس بالماكسيمم بوينت في الفرونت وماكسيمم بوينت في الاوكسبت علشان اقيس السيركم. أنا أقيس اللينس في الأطفال، الأطفال الصغيرين أو الإنفانتس، بقيس اللينس بتاعهم وهم نايمين، وده يفضل اتنين إكزامينر، واحد يمسك الرجل، الطفل بيشد نفسه ويشد رجليه، والتاني يمسك الراس. وطبعاً في يعني ترابيزة مخصوصة للقياس فيها عمودين كده زي ما شايفين في الصورة، بحيث إن هم يبقوا ماسكين راس الطفل وكف رجل الطفل، وبيبقى في مسطرة على أرضية الجهاز ده او السرير ده، بحيث ان هي بتقيس طول الطفل مظبوط، وبالتالي القياس بيبقى باتنين اكزامينرز، ويفضل يبقى الترابيزه دي، ودي عاملاها في وزاره الصحه وفي الوحدات بتبقى موجوده مخصوص لقياس. اما الكبار في السن اكتر من سنتين فبيتقاس الطول بتاعهم وهم واقفين، وده بيتقال عليه الهايت، هنا يمكن اكتر يعني الهايت واللينس، الفرق بينهم اللينس للاطفال نايمين على ظهرهم او اقل من سنتين، يمكن الهايت اكتر بيعبر على الاطفال اكتر من سنتين اللي بيقعد، ودول بيسهلهم هم واقفين ظهرهم لفلات سيرفيس، قد تكون عادي جدار عادي خالص او يكون معمول برضو مخصوص لهذا الهدف، بيبقى كل ظهره ملاصق للجدار او الخلفيه اللي وراه، وبيبقى في ميجر بيطلع ويقف فوق الراس، وبيبقى الراس نفسها ستريت والايز مع الليفل بتاع الايرز، ده بيأمن ان انا الهيد في وضع متعادل، واحط الرولر او الجزء اللي بينزل فوق راس الطفل عشان يقيس الماكسيمم بوينت عنده، وبوجه الوش لقدام، النيز تبقى ستريت، الفيت بتبقى ملاصقه الارض، والهيلز كعب الرجل بيبقى ملاصق في الحيطه عشان يبقى ستاندر في القياس. خد بالكم السنتي و2 سنتي دول بيعملوا ذعر في العائله غير طبيعي، لو انا قلت لهم ده بدايه تقزم زي ما بيتقال في الوحدات او كده من غير ما اكون قايل صح، فلازم القياس يبقى بالطريقه. الباك اوف هيد الثوراسيك سباين الباتوكس اللي هي الابروكسيمتلي لازم يبقوا على فيرتيكال اكسس في ظهر جهاز القياس عشان اقيس بشكل. الجروس فيلوسيتي او الارقام التقريبيه بالنسبه لجروس الاطفال في الانفانتس اللي هم من ولاده لحد 12 شهر بيزيدوا حوالي 24 سنتي في السنه، يعني قلنا المتوسط الطفل بيتولد حوالي 50 سنتي كطول، احنا بنقول عليه اللينس، هنا بيبقى اتولد 50، فلو بيزيد 24 سنتي يعني بعد السنه بيبقى حوالي 74 سنتي، ده سنتي اقل سنتي لكن هو في الرينج ده. الطول في الأطفال بالنسبة لهم بعد كده الأعمار بقى الأكثر من سنة بيزيد حوالي 6 سنتي في السنة، وبيبقى فيه ديسيليريشن يعني تباطؤ في معدلات الزيادة شوية في الفترة اللي بعد كده، يعني ما بين سنتين بقى لحد قرب البيوبرتي بيبقى في تباطؤ شوية في النمو، وبعدين يجي عند الأدوليسنس أو مرحلة البلوغ يبقى في سيجمويد شيب جروس، يعني بيزيد بشكل كيرف وبعدين ينزل تاني الجروس، بيسموه جروس سبيرت نتيجة الهرمونال اكشن او سكريشن، ويبتدي بالتالي يحصل فيه جروس سبيرت أكتر من المعدل اللي كان موجود قبل كده. ده طبعا الجروث سبيرت بيحصل في البيوبرتي. طبعا بالنسبه لو هنتكلم عن معدلات الاطفال اللي هي ما بين شهرين و24 شهر بالنسبه ل معدلات النمو فبتبقى 10 سنتي في السنه،
اللي هو بين شهرين واربع شهور، من 24 36 شهر بيبقى 8 سنتي في السنه. ده طبعا بالنسبه لفروقات الاعمار. في الادوليسنت جروس بيرث بيبقى 15% من الادلت هايت. البيك هايت فيلوسيتي يعني فيلوسيتي معدلات الزياده في السنه 8 سنتي في البنات وفي الصبيان 10 سنتي في السنه. دي معدلات الزياده بالنسبه للاطفال. فبالنسبه للانفانس طبعا ده اهم مرحله عشان النمو والنيوتريشن والحاجات دي كلها. وبنشوف المعدلات اللي هي سنويا 24 سنتي بالنسبه للانفانس، والسنه الثانيه ممكن يبقى فيها 10 سنتي وبعد كده يبقى 8 سنتي. ده بالنسبه للطفل. طيب نيجي بقى بالنسبه للمعدلات الزياده، هل هو بيبقى اسرع في معدل النمو او ابطا معدل النمو؟ هنا القياسات دي بتديني فكره عن ان السيكونت اوف تشينجز اللي حصلت، يعني هل في مثلا اوفر نوتريشن، هل في مشكله اندوكراينال، او التباطؤ برضو قد يكون في اندر نوتريشن، او في مشكله في الهرمونز او اي سيستميك بروبلم. الهيد والترنك ريلاتيفلي لارج اتيرز، يعني حجم الراس كبير مقارنه بالترنك، مقارنه باللمبس كمان. فهنا بيبقى بعد كده تدريجين اللمبس او الاطراف تطول وتاخد الحجم الطبيعي. نشوف الصوره دي هنا، هنلاقي الطفل اللي هو اصغر واحد ده بيبقى حجم الراس واخد تقريبا ربع حجم الجسم او طول الجسم نفسه. يبتدي الاطراف تطول، يبتدي ياخد المقاسات قريبه من الحجم الطبيعي. في حد بيسال سؤال على السلايد اللي فات، هنعيده لو حضراتكم. في الانفانسي من بيرث ل 12 شهر، الرقم الثاني من 12 24، رقم الثالث 24 36. اول سنه بيبقى 24 سم في السنه، ثاني سنه بيبقى 10 سم في السنه، ثالث سنه 8 سم. ابر لور سيجمنت ريشيو، يعني في ريشيو بين الابر لور سيجمنت، ده بيديني فكره عن ترانكل جروس ريليتيف تو لمب جروس. واللور بادي سيجمنت ديفايد طبعا اللينكس من التوب بتاع السيمفيس بيوفيس للفلور، والابر بادي سيجمنت التوتال هايت ماينس اللور بادي سيجمنت. وطبعا النسب دي مهمه في حاجات قياسات زي ما اتكلم. الابر اللور ريشيو ايكوالز ابروكسيمتلي 1.7 ات بيرث، 1.3 ات 3 ييرز، اند 1 ات 7 ييرز. المعدلات الاعلى في الابر اللور سيجمنت كاركترستيك في الشورت لمب دوارفيزم، يعني يبقى في ناس عندهم الابر سيجمنت اللي هي لحد سيمس بيوز من فوق مقارنة بالجزء التحتاني، يعني اللمبس يبقى دورف، يبقى عنده اللمبس بتاعته قصيرة. بيحصل برضو في الترنر سندروم أو في البوندس أوردرز اللور ريشيو بتبقى هايبوجوناديزم، يبقى عنده الرجلين طويلة ولكن الترانك قصير، أو في المارفان سندروم. إيه بقى الإسبان؟ في عندي الإسبان، الإسبان اللي هو المسافة بين الدراعين وبين الراس يعني الدراعين اللي هو من التيب بتاع الميدل فينجر من الناحيتين، بنقيس المسافة بينهم، ده اسمه الإسبان. أقارنه بالطول، فهنا الإسبان بالنسبة للأطفال بيساوي الطول تقريبا. الأرم إسبان إن أنا بنيم الطفل على ظهره وبفرد دراعاته على الآخر وباخد مسافة من التيب بتاع الميدل فينجر هنا الميدل فينجر هنا وأشوف المسافة، ودي بتبقى المسافة دي الإسبان بيساوي تقريبا اللي هي هايت أو قريب منه خلاص، ولكن ممكن طبعا يبقى فيه اختلافات في النسب. اربعه ستاندر جندر سبيسيفيك شارتس، بيختلف جندر سبيسيفيك يعني حسب السكس ميل او فيميل. فعشان كده بعمل كيرف للميل وكيرف للفيميل، اللي هم الويت فور ايج الوزن المقارنه بالسن، الهايت فور ايج الهايت ده ممكن يبقى اللينكس او الستاتش يعني واقف او نايم، الهيد سيركمفرنس فور ايج برضه فيه ميل وفي ميل، الويت فور هايت اللينكس والستشر فور انفنت اللي هو يعني الويت بالهايت مقارنه الويت بالهايت برضه فيه ميل وفي ميل، والبادي ماس اندكس اللي هو الوزن على مربع الطول بالنسبه للايج، دول فيهم ميل وفي ميل، الاثنين دول فيهم ميل وفي ميل. ده شكل الكيرفات. هنا في كيرفين مشهورين جدا، كيرف بتاع السنتر اوف ديزيز كنترول اللي هي سي دي سي في امريكا، وبيحط جروس شارتس والناس ماشيه عليها لحد النهارده من سنه 2000، وحاطط فيها الهيد سيركمفرنس بالمقارنه بالويت، وحاطط طبعا فيها بويز وحاطط فيها جيرلز برضه، يبقى سي دي سي.
طيب حط كمان اللي هما من سنتين لعشرين سنة، يبقى الأولانين دول في الأعمار الصغيرة اللي هما من بيرس 36 شهر، وبعد كده في من سنتين لعشرين سنة كيرب تاني للبويز وزيه للجير. دي السيدي الـ WHO برضو نفس القصة. سيدي في كمان عامل جروس شارت اللي هو بيقارن الايج الويت اللينس والويت والايج، تمام، من البيرس لحد ثلاث سنوات. والسي دي سي عامله للفيميل برضو كذلك الويت مع اللينس مع الايج. السي دي سي عامله كمان اللي هو ستيتشر فور ايج والويت فور ايج من سنتين لعشرين سنه، وعامله للفيميل برضو كيرف زيه الويت والستيتشر والايج. دي بقى اللي هي الويت ستيتشر فور بويز، تمام، وفي زيهم للفيميل. دي الكيرفات اللي هي بنعتمد عليها. كمان في كيرفات مصريه دي معمولة في مصر على أطفال مصريين، ودي طبعا دراسة كانت معمولة على أعداد ضخم جدا أطفال مصريين، وكانت معمولة في أبو ريش، ودكتورة راحلة دكتورة أستاذ دكتورة إزيس محمد غالي اللي كانت توفيت يعني من شهر، دي كانت رائدة في راينولوجي في الأطفال، وهي اللي عملت دراسة وكان في عدد ضخم جدا، وقاسوا وطلعوا مقاسات اللي هي الايجيبشن جروس شارت، دي امثله ليها في اللينس وفي الويت ليت سيركمفرنس. طبعا دي بتبقى لما بيبقى في يعني امتحانات مصريه ساعات يسالوا فيها، بس طبعا مش بالنسبه لحضراتكم، ده للعلم. ال دبليو اتش عامله جروس كيرفز برضو زي السي دي سي كده، ودي تستخدم في الاطفال يعني برضو مختلف الاعمار. هو طبعا في تفضيل ان احنا ممكن نستخدم السي دي سي كيرفز والدبليو اتش او كيرفز مع بعض. بيفضل ان احنا ندي في الاعمار اللي هي من سنتين ل 19 سنه بنستخدم السي دي سي كيرفز. الاطفال الصغيرين لحد خمس سنوات بيفضل الدبليو اتش او كيرفز، لان الدبليو اتش او بتعتمد على دراسات في كل دول العالم، ودي قد تختلف البريست فيدنج بالنسبه للويت. فهنا نرجع النقطة دي تاني، هنا الأطفال اللي استخدم الجروس كيرف من سنتين لحد 19 سنة دي السي دي سي ممكن. الأطفال الأصغر حجما بناخد الدبليو اتش او، الدبليو اتش او من سن الولادة. طيب في سبيشيال جروس كيرفز دي معمولة مخصوص سواء في يو اس اي، بس مش معموله بره يو اس اي، مش معموله في مصر، لكن موجوده بره، اللي هي معموله للاطفال البري تيرم او فيري لوبر سويت، لهم جروس كيرف خاص، ما اقدرش اقارنهم بالعادي والا هيبقوا قليلين جدا. سواء الفيري لوبر سويت او الاطفال سمول فور ايج، وعارفين الفرق بينهم. سمول فور جيشال ايج قد يكون ان في بور نوتريشن انترا يوتراين نتيجه مشاكل في البلاسينتا او الام في انفكشن او حاجه زي كده، او في مشكله في الطفل نفسه كونجنتال هارت او حاجه ثانيه، يبقى سمول فور ايج. او الفيري لوبر سويت اذا كان بريماتشور، دول بيبقى لهم كيرف مخصوص. ترايزومي 21 هو الداون سندروم، هو اشهر ترايزومي، بيبقى له جروس كيرف مخصوص لانه بيبقى في جروس ريتارديشن شويه. ترنر سندروم والاكوندروبليزيا لان فيهم مشاكل ما بتبقاش القياسات اقدر اقارنهم بالعاديين والا هبقى بظلمهم، فلازم بيتعمل لهم جروس كيرف مخصوصه. بس هي طبعا يمكن موجوده بره اكتر، واحنا ماشيين عليها لان دي متاحه بالنسبه لنا. نيجي بقى احنا قلنا القياسات والكيرفات، نتكلم على الديفلوبمنتال ديلي، لان الديفلوبمنتال ديلي كومن في تشايلد هود، وبيحصل في 10 15 اطفال بري سكول تشيلدرن، وده ايدنتيفايد وانا بعمل روتين شيك. عشان كده بنقول الوزن والطول والمقاسات دي عشان نحدد مين الاطفال اللي عندهم ديفلوبمنتال ديلي. ايه الاسباب بتاع الديفلوبمنتال ديلي؟ الاطفال الصغيرين او بري نيتال يعني قبل الولاده، الاطفال اللي فيهم جينيتك ديس اوردر زي داون سندروم، بعض الاكس لينك زي الفراجايل اكس سندروم، كروموسومال ديفكت زي مايكرو ديليشن او دوبليكيشن، الاطفال اللي فيهم سيريبرال ديسجينيسيس، دي ممكن طبعا مشكله في الناس بيقولوا عليهم سي بي، طبعا ما عادش تسميه السي بي قوي، لكن بيبقى عندهم مشكله مثلا في البرين اتروفي، في مايكروكيفالي ابسنت كوربس كالوزم هيدروكيفالس نيورال مايجريشن ديسورا، دول بيبقى فيهم برضو جروس ديلي.
الأطفال فيه مشكلة فاسكولر مثلا حصلت قبل الولادة في البلاسينتا أو الطفل نفسه برضو تأثر. دراجز الأم لو خدت أنتي إبليبتيك معروف إنها بتقلل الجروس بتاع الأطفال والسيتوتوكسين. توكسينز لو الأم بتاخد الكحول أو سموكر معروف إن بيولدوا أطفال أصغر من العادي. الايرلي ماتيرنال انفكشن خدت روبيلا بدري او خدت سيتوميجالو فيروس او توكسوبلازما ممكن تعمل جروس انفكشن في الاطفال. والليت ماتيرنال انفكشن بتظهر قرب الولاده زي الفاريسيلا والملاليا وحاليا طبعا الاتش اي في برضه بتعمل ديفلوبمنتال ديلي. البرينيتال اللي بتحصل مع حول الولاده اللي هي قبل الولاده مباشره اثناء الولاده بعد الولاده مباشره دي مشاكل البريماتوريتي انتراتوين جروس ريتارديشن حصل انترافنتريكولار هيموريج وده في الفنتريكلز يعني بتاعت البرين دي بتبقى كومون مع البريماتور اكتر عشان الويك فاسكوليتشر اللي عندهم في البرين. البريفنتريكولار ليكوماليشيا يعني السيلز حوالين الفنتريكل دي الثيرد والفورث فنتريكل جوه البرين بيحصل حوالين ليكوماليشيا يعني يحصل نوع من الديجنريشن في السيلز ودي بتحصل اكتر مع البريتيرم وبتحصل كمان مع الناس اللي بتتعرض لاسفيكسيا اثناء الولاده. البرينيتال اسفيكسيا هي جسرتها لما بيحصل نقص اكسجين او نقص سيركوليشن او الاثنين بيأثر على البرين او ما يسمى بالهايبوكسيك اسكيميك انكفالوبسي يعني هايبوكسيك نقص اكسجين اسكيميك نقص سيركوليشن انكفالوبسي يعني بتأثر البرين فيها ودول طبعا بيبقى عندهم جروس ريتارديشن اكيد في البرينيتال بقى اللي هو اتولد كده وكمل بعدها نلاقي فيه مشكله في الديفلوبمنت بتاعه وممكن تكمل ممكن يحصل له بقى اعاقه ودي نسبه عاليه جدا على فكره قليله اللي هو الهايبوكسيك اسكيميك ميتابوليك زي سيمتوماتيك هايبوغلاسيميا ممكن يبقى فيه هايبوغلاسيميا في النيونيتس لكن ما تبقاش فيها سيمتومز او سيمتوماتيك ممكن تاثر على الديفلوبمنت. البلوروبين انديوس نيورولوجيكال ديسفانكشن الاطفال اللي عندهم بلوروبين عالي عشان كده اكتشف الجوندس بدري ان احنا نشوف طفل نيونيتس فيه جوندس نقول له روح قيسه وخصوصا لو في اول يوم ثاني يوم لو حسيت ان الكالر ديب قوي يبقى يفضل لازم القياس في النيونيت عشان طبعا لما بيزيد عن حد معين ممكن يسبب انكيفالوباسي وده بيؤدي الى delayed growth. The postnatal causes ما أي حاجة حصلت بعد الولادة infant, child, adolescent infections قالوا من يعني حاجات بتسيب أثر زي الحاجات اللي هي الخطيرة زي المننجيتس مثلا انكيفاليتس دي طبعا بتبقى في تأثير دائم مش infection يجي والعائل يعمل catch up في الجروس وتصلح لا دي بتسيب أثر يخلي الطفل ده ديلي ميتابوليك هايبرناتريميا مثلا حصلت هايبوناتريميا دي بتحصل مع جاستروانترايتس زي ما اتكلمنا من شويه هايبوغلايسيميا ديهيدريشن ممكن الحاجات دي تسيب اثر ويفضل بيرمننت شويه او يطول على ما يرجع للطبيعي. انوكسيا زي ما يحصل سفوكيشن شم غاز شم حاجه فده بيخليه سفوكيشن نير دراونينج في الغرق برضو بيحصل اوكي افكت على البرين. تيزرز نزل عندهم ايبيليبسي برضو في جروس ريتارديشن. التروما حصل هيد انجري زي اللي اتكلمنا عنها من شويه في المحاضرات حصل هيد انجري حصل له بقى افكشن للبرين حصل انتراكرينيال هيموريج سواء اكسيدنتال او نون اكسيدنتال ممكن يبقى سبونتينيوس هيموريج والفاسكولار ستروك ممكن تحصل وفي الاطفال كمان ما نستغربش يعني فدي ورده. في اذر كوزز بقى للديفلوبمنتال ديلي سوشيال زي يكون under stimulation طفل مهمل يعني طفل مثلا اتولد على أطفال كتير أو في مشاكل عائلية انفصال في الأسرة الطفل ده طبعا يبقى في under stimulation يعني الطفل ده ما حدش مهتم بيه أو maltreatment زي الأبيوز مثلا أو malnutrition في يعني نقص في التغذية سواء من نقص الموارد المالية أو جهل من اللي الماتيرنال منتال هيلث ديس اوردر الام عندها مشكله نفسيه بتخليها ما تقدرش ان هي تراعي الطفل بتاعها كويس وساعات يبقى ما فيش سبب فنعرف ازاي طبعا احنا قلنا من الاسسمنت اللي بيحصل لنا بالجروس بتاعه بنشوف الوزن بنشوف الكلام ده واحنا شفنا الكيرفات اللي فاتت وكان فيها دايما بنلاقي الكيرف عباره عن حزمه من الخطوط مش خط واحد حزمه بالخطوط دي الخط الاعلى فيها هو الماكسيمم اللي هو 95% من الاطفال تبقى تحديد والخط اللي تحت خالص اول الحزمه دي ده المينيمم اللي هو 5% من الاطفال فقط اللي يبقوا برا فما بين 5 و95 ده يعتبر النورمال وبيسموا الرقم 5 اللي هو اقل من 5 يبقوا تحديد و95
والرقم 95 اللي اقل من 5 فيه يسموهم بيرسنتايل، يعني بيسمي ده كيرف بتاع البرسنتايل، والاطفال اللي بيقعوا جوه الكيرف ده بيعتبروا طبيعي. اقل من 2 برسنتايل تشينج ده بيعتبر ان في مشكله في الجروس. الحاجات اللي بتبقى اسوشيتد مع الفولترنج جروس، فولترنج جروس دي جمله يعني زي كانوا زمان يقولوا عليها فيلير تو ثرايف، لما بيكبرش. دلوقتي غيروا الاسم وخلوه فولترنج جروس، وده عشان ان هي يعني معناها ما يبقاش ان هو فيلير معين او فشل معين في الطفل نفسه، لكن بتبقى في ظروف اللي حواليه اللي قلنا عليها. بنعرفها من الديفلوبمنتال ديلي، بنعرفها من الاباسي، يبقى الطفل نفسه يعني فاقد الاهتمام، قاعد لوحده مش مهتم بلعب، مش مهتم بحاجه. دي من ضمن علامات الفولتر جروس. الميزري باين عليه على طول متضايق. الاباسي من الثلاث حاجات دول بيبقوا ملحوظين. في السيمتوم والساين بيبقى في جي اي تي بروبلمز، الاطفال دول بيجي لهم دايريه كتير، فوميتنج ممكن يتكرر معاهم نتيجه ان هو في مالنوتريشن، بعرضه كمان للانفكشن اكتر عشان الاميون ديفيشنسي. الابيتايت طبعا تبقى صعبه جدا التعامل معاها، انوركسيا فقدان كامل، دايريه زي ما قلنا. ريكوجنيشن بتاعنا طبعا في الاكزامينيشن بنشوف فول اكزامينيشن، شوف الهارت في مشكله، اللانج في مشكله، ديسمورفيك فيتشر حد لنا على حاجه يكون فيها كروموسومال او جينيتك ديس اوردر، بسمع الهارت عشان لو في كونجنتال هارت ديز، ابدومينال ديستنشن عشان لو في مال ابزوربشن حاجه من دي، ويستنج ده ممكن في البروتين لوزنج، بروزنج يعني ده بيتعرض لابيوز او في بليدنج ديس اوردر، بروزنج يعني كدمات. اكزامن الماوس شيم في ليفت بلد، ساعات ليفت بلد من الحاجات اللي احنا تكتشف متاخر، خصوصا اللي فيها مش بتبقى باينه معاك ليفت ليب، لا بتبقى جوه. دي من الانوماليز اللي احنا يعني ساعات يتاخر اكتشافها في الاطفال، احنا بنسميها في نيوناتولوجي امبارسنج انوماليز. يعني ايه امبارسنج انوماليز؟ انوماليز المحرجه، الدكتور يجي تبص عليه تكشف السماعه بتاعه كويس، كويس خدي روحي، ولكن بيفضل ان احنا بص في سقف الحلق، وممكن نستعين بخفض الدم بالراحه في النيونيت عشان تبين سقف الحلق يكون جوه، الكليفت بلت يبقى بعيد عن فتحه البق العاديه، اللسان بيبقى مغطي غالبا المنطقه دي. بنقول عليها امبارسنج انوماليز، انوماليز ما تبانش الا لما انا اقعد ادور عليها، والا تبقى محرجه بالنسبه لي كطبيب. الهيستوري بتاع الفاميلي، في كرونيك ديزيز، في جينيتك ديس اوردر، هيستوري في ابيليبسي، اعرف النيوتريشن، يبقى الفول فيدنج هيستوري زي ما مكتوب. طيب وفي ملك، ساعات الناس يعني ما ترضعش طبيعي، تجيب رضعه خارجيه، بس هل بتحضرها ازاي؟ ممكن تحضرها غلط، يعني بيبقى الرضعه الخارجيه دي معموله بشكل مخفف زياده عن اللزوم مثلا، فدي طبعا ما بيبقاش فيه نوتريشن كويس. او ناس يعني ما بتبقاش قادره انها تجيب لبن عادي، لبن اطفال يعني، تجيب لبن حليب وتخففه وحاجات زي كده، فهنا طبعا ده ما بيبقاش نوتريشن مظبوط، وممكن يسبب كاو ميلك الرجي، وتبقى دي تزود اصلا من الفيلر جروس. حجم الوجبات بياخد قد ايه من الوجبه او من الرضع والكلام ده، وكم مره الفريكونس فيدنج، ده في الهيستوري بيفرق بالنسبه لنا. كمان في الشايلد والفاميلي هيستوري الميثود ميكينج فود، انا بركزه مظبوط ولا مخفف. ساعات امهات تحط مثلا مكيال بدل مكيالين على 60 سنتي مثلا، يبقى مخفف نتيجه معلومه غلط، او حد ده قال لها خففي التركيز عشان ما يجيلوش مغص، او زودي التركيز عشان يكبر بسرعه. دي طبعا تحضير الرضعات الخاطئ ممكن يؤدي الى مشكله. دخول السوليد فودز بيخش امتى؟ جايز يخش بدري قوي ما يقدرش يهضمه، جايز اخرته قوي، معتمد على الحاجات السائله قوي، مضروبه في الخلاط، فدي برضو مشكله. ان الديفيكالتي في الفيدنج، هو الطفل مثلا عنده برونكيال ازمه، عنده ريبيتد شيست انفكشن، فدي بتبقى ما تبقى متقاربه بتاثر على الجروس بتاعته. ممكن ابص بقى على الطفل نفسه وهو بياكل، بشوف بقى حركته، اكله ومضغه وبلعه، والبيهيفير بتاعه، الابيتايت، اقباله على الاكل، والانتراكشن بتاع الفاميلي، بيعملوه بعنف يعني. في الفاميلي هيستوري طبعا اذا كان في اطفال في العيله عندهم انكسبلين جروس ريتارديشن، بس على السوشيو ايموشنال فاكتورز، بشوف الفاميلي كومبوزيشن ترتيبه، لان الطفل الرابع او الخامس ممكن طفل مهمل مش مهتمين بيه.
كمان بالنسبه للفاميلي بسال على العمر الاهالي، ممكن لو صغيرين قوي قوي يبقوا ما يعرفوش يتعاملوا مع الاطفال، ام صغيره قوي بتتجوز خصوصا في الارياف في سن صغير قوي ممكن ما تعرفش تتعامل مع الاطفال. مستوى التعليم طبعا اكيد بيختلف اذا كانت متعلمه ولا يعني تعليم خفيف وبعدين ما كملتش، او تعليم كده اتحسب ولكن مش مثقف ما عندهاش معلومات سليمه يعني. هل يعني هو يعني الاهالي هم اللي بيراعوا ولا سايبينه عند جدته مثلا ومسافرين بره ولا سايبينه عشان في انفصال او حاجه زي كده؟ دي مهمه برضو، مين اللي بيربي الطفل؟ وهل في سايكاتريك إلس عند البيرنتس ولا لا؟ ممكن تبقى تاثر على النيوتريشن او يبقى في حاجه هيريديتري. هل في يعني سوشيال بروبلم سولفنج، يعني بيحصل مشاكل في العيله مشاكل متواصله ولا بتحصل مشكله بتتحل بسرعه؟ المشاكل المتواصله دي بتاثر على السايكولوجي بتاع الطفل واكله وتغذيته وحالته النفسيه بشكل عام. فهل المشاكل العاديه اللي بتحصل فترات متباعده وتحل نفسها ولا مشاكل دايمه ويعني دي برضو بتاثر على النيوتريشن بتاع الطفل؟ طبعا في يعني ساعات في ناس بيساعد يعني يبقى بوزيتيف زي الجراند بيرنتس يدوا نصيحه صح ساعات يدوا نصيحه غلط. هل في سوشيال ايزوليشن يعني هو مفيش بقى اي يعني اندماج في المجتمع تحت ستريس معين، في نقص في المال، في سبستنس ابيوز؟ طبعا لما بيبقى الاهالي سبستنس ابيوز ساعات الاب والام طبعا بيأثر انهم يعرفوش يهتموا باطفالهم كويس. دوميستيك فايولنس اللي بيضربوا بعض على طول الاب والام يعني دي قصه ثانيه. التست اللي انا ممكن اعملها لو انا ما بانش عندي بالفيزيكال اكزامينشن من ضمن الحاجات البلاد جاز. يعني ايه بلاد جاز؟ بلاد جاز ده تيست بناخد من الطفل وبنحسب له بنشوف البي اتش والاوكسجين والسي او 2. طب فايدتها ايه؟ لو لقيت اسيدوز الساعات بيدلني على امبورن ايرور اوف ميتابوليزم يمكن عدت عليكم اللي هي الامينو اسيدز والحاجات دي تبقى مع اسيدوز، او اذا كان نقص اوكسجين يدلني في كونجنتال هارت مثلا يعني. فيا سادي برضو ممكن تساعد. الحاجه الثانيه اللي ممكن تساعد برضو لو انا عندي برضو الستول يعني اولا اللوك بتاع الستول، ثم اذا كان محتاج اناليسيس الستول اناليسيس بشوف اذا كان في بارازايتس او حاجات زي كده. يورين اناليسيس ساعات في يورين تراكت انفكشن وهيدن ما نعرفش لما نحلل او يكون في مشكله تانية. بعمل هيموجلوبين وبلاد فيلم ودايما اقرنوا الهيموجلوبين او سي بي سي او صوره الدم ببلاد فيلم عشان يدينا برضو فكره اوضح عن تركيبه البلاد بيكتشر الوايت بي سيز وسرعه الترسيب. ممكن سرعه الترسيب ممكن تمشي مع موضوع الانيميا برضو شويه. طيب بايوكيميكال بروفايل ممكن بعمل يوريا وكرياتينين وبعمل الكترولايت، ممكن ليفر وبوم بروفايل. الليفر يعني بعمل ليفر انزيمز اللي هي الاي اس تي والاي ال تي. البوم بروفايل ممكن اعمل الكالين فوسفاتيز ده يمكن اكثر تيست اكثر من فيتامين دي يعني والكالسيوم. سي ار بي بيديني اذا كان في انفلاماتوري رياكشن. بي 12 وليد فيريتين اذا قدرت اقيسهم. لو شاكك في ثايرويد بعمل ثايرويد فانكشن تي اس اتش و3 4 وتي 3 واكثرهم يمكن الفري تي 4 مع تي اس اتش يمكن اكثر فائده. كرياتينين عشان طبعا لو شاكك ودايما اقرن كرياتينين بالتحاليل الاساسيه ما يعني هوش تحليل يبقى بتعمل ريلي. باي كارب طبعا لو شكينا في حاجه امبورد. كالسيوم والالبومين ممكن في بعض الحالات. السيلياك سكرين لو انا شكيت في سيلياك دي زي ما قلنا. طيب هل ممكن اعمل شيست اكس راي لو انا شاكك ان في نمونيا او شيست انفكشن؟ الهيد سايز طبعا ممكن اعمل الترا ساوند للهيد. في الترا ساوند بيقيس من الهيد من الانتيرو فونتانيل بس الاطفال اللي هم اقل من 6 شهور ده لو انا شاكك في هيدروجيفر مثلا او حاجه. الفيتامينز لو قلت ان انا اقيسها. السويت تيست لو شاكك في السيستيك فايبروزس. هل احتاج حاجه ثانيه؟ حسب بقى الكشف بتاعي والهيستوري. شكيت في حاجه ثانيه في الرجي مثلا بعمل اندوسكوبي، بعمل الترا ساوند طبعا للبي اي كيو وده مهمه. جينيتك تيستنج لو انا شاكك ان يبقى في مشكله جينيتك او
الديفرنشال دايجنوز بين ان الطفل يبقى فيه ديليت جروس نتيجه يعني فولت الجروس بين انه يكون فاميليا العيله كلها قصيرين هلاقي الطفل ده طولهم. فمن الحاجات المهمه جدا ودايما دكاتره الاندوكراين والفيشن الحاجات دي يطلبوا الاب والام ياخدوا اطوالهم عشان يقارنوا بين الطفل اذا كان فاميليا خلاص او الطفل راسه كبيره واتخض وقيس راسه واعمل بتاع وبعدين يجي الاب وهم لاقي واحد فيهم راسه كبيره قوي فطبعا دي بتبقى فاميليا دي برضو بتخليني ان انا ابقى عارف ان دي مشكله مش نوتريشن. لايت فور ديتس بيبي لايت فور ديتس اللي هم هو اصغر من سنه اللي بنقول عليه يعني بعوده كده قوامه كده مقرود مش عارف يعني اللي هو ايه يبقى هو بينمو عادي لو انا قارنت الكيرف بتاعه لو بيزيد لكن ما يقارنوه باصحابه في الفصل ده اقصر واحد ده اصغر واحد دايما بيعيروه لا انا لو قارنت الكيرف بتاعه لاي نورمال يبقى هو سفيف قليل يعني ايا كان بقى المسمى اللي تقول عليه. جينيتك سندروم طبعا اكيد ممكن ما يبقاش ما اعتبرش ان هو فلتر جروس ما اعتبرش ان هو يعني مشكله في النيوتريشن. سوشيال فاكتور زي ما قلنا ديبريشن ام جالها ديبريشن وفي بوست بارتم يعني بعد الولاده ديبريشن في ديبريشن من اسباب ثانيه جوزها مش عارف قرايبها هي حماتها ايا كان يعني. البور بارنتنج سكيلز ما عندهمش خبره اول مره يخلفوا او كافي. والابيوز طبعا الشايل ابيوز ده موجود حتى في الام والاب البيولوجيكال ممكن يبقى عندهم كل حاجه لا اضربيه عشان والجدات طبعا يعني احيانا بيبقوا الضرب ده الوسيله الاساسيه لاي حاجه في الدنيا. المال ابزوربشن بنشك بقى اذا كان في مال ابزوربشن طبعا مش كومن قوي لكن بنحطها في الحسبان لما بنحتار في سبب الفولتر جروس لكن ما يبقاش هو سبب يبقى ديفرنشال دياجنوز لان هو مش الفولتر جروس معناها بدل الجروس او اللي هو فيلير تو سرايف. فيلير تو سرايف يضم كل الحاجات لكن فولتر جروس بتاع نوتريشن بس عشان كده سميناها فولتر جروس والحاجات الثانيه بره اللي هي بقى الجينيتك والفاميليال والسايكولوجيكال. اي كرونيك بقى ديس اوردر ما اعتبروش برضو فيلير تو سرايف يعني اعتبره بره الفولتر جروس. فولتر جروس ده نوتريشن بس الاسباب اللي قلنا عليها رينال ليفر كاردياك اسما امين ديفيشنسي يبقى دي الحاجات دي ديفرنشال بتاع الفولتر. طب ايه المانجمنت؟ ممكن معظم العينين تعالجه اوت بيشنت ان انا بديله انستراكشنز وسجل الزيارات عشان اقارن كل مره. ممكن اخد راي حد بتاع النوتريشن وده تخصص حقيقه مهم وكلنا ممكن يبقى ليا ناس نعرفهم سواء في محيط العمل في مجال يعني عملنا او بره نسالهم في نوتريشن ناخد رايهم. لو كوز تريتابل ازمة كونجنتال هارت في انفكشن معينه عالجه. سوشيال بروبلم بكونسيدر ان انا يعني ايه كونسيدر تبقى موجوده. ممكن ادخل العيان يعني مستشفى لو انا عندي الانفايرمنت بتاعت الهوم مش مناسبه فهنا ممكن يبقى الجروس يتحسن. بعد الدخول ممكن دخلت العين نام عندي كويس في المستشفى يبقى انا كده اتاكدت ان المشكله في البيت يعني في الانفايرمنت في المعلومات الاب والام في اهتمامهم في ابيوس في اي حاجه يعني. هيلث فيزيتور طبعا حاجه زي هيلث فيزيتور سوشيال وركر سايكولوجي بتاع الطفل الدي كير والنيرسري يعني كل دي حاجات ممكن يخليها نراجعها عشان نتاكد ان الظروف اللي حوالينا مظبوطه. طبعا المانجمنت بتاع الفولتر جروس هيد تو تو اكزامينيشن من راسه الى اصابع قدمي وبحط بلوتنج يعني بسجل الويت والهايت وال كونفرنس في الاطفال الاصغر سنتين. هيرنج اسسمنت ما ننساهاش لان الطفل نفسه ما بيسمعش كويس ودي بتفوت على ناس كتير انه ممكن ما يسمعش كويس ما يبقاش متعاون بقاش ممكن ما يتغذاش كويس ما يعني تواصل كلام فالحاجات دي برضو ممكن تاثر على الجروس بتاعه الاطفال وعلى النوتريشن. الفيجن ساعات الاطفال مش بيركزوا كويس بالنظر ودي تبقى سبب برضو ان ما بيتغذاش كويس برضو دي اسباب ما ننساهاش. بنعمل بقى الانفستيجيشن اللي قلنا عليها فول بلاد كاونت البون مينرال بروفايل الثايرويد لو احتجتها اليوريا والكرياتينين مع الالكترولايت. حاجات زياده حاجات بقى للجينيتك حاجات تبع بقى المايوباسيز حاجات طبعا امبورن ايرور
التورش سكرين اللي هو بياخد التوكسوبلازما بالروبيلا بالسيتوميجالو بالهربس بالاتش اي في، نيورو ايماجينج سي تي مثلا ام ار اي يعني لو انا شكيت في حاجه لها علاقه، واي اي جي لو انا شاكك ان الطفل ده ابليب. طيب التيك هوم مسج في جزئيه بتاعت الديفلوبمنتال ديلي قبل ما ننقل على المال نوتريشن، عندنا ديفلوبمنتال ديليز كومن وكان انفولف ايذر سنجل دومين او مالتيبل دومين، يعني ممكن ياخد جزء واحد من الفانكشن زي مثلا تاخير مشي تاخير كلام او تاخير وزن بس، يعني ممكن ياخد اثنين برامتر. الايدنتيفيكيشن طبعا بيوفر المانجمنت المظبوط، والبرايمري كير فيزيشن اول واحد بيقابله مهم عشان ما يفوتش من الحاله. الاطفال اللي فيه مايل ديلي ممكن يتعامل في البيت عادي، الأطفال اللي ممكن يحتاج دخول سواء عنده سبير بروبلم محتاجة أدميشن أو عنده مشكلة في البيت بتبان مع الخروج، في الحالة دي ممكن نحن ندخله المستشفى. بيبقى فيه طبعا بريفيرال للناس المختصين سواء واحد نوتريشنست أو واحد يكون بتاع نيورولوجي لو أنا شاكك إن مشكلة لها علاقة بدول.